أهلا بكم، هاي أول فيديو أسوي بالعربي. أني اسمي رشا، اسم الشركة مالتي Peridot Makeup، وعندي خبرة 22 سنة بالمكياج. درست وتخرجت بمعهد بلندن اسمه ديلامار أكاديمي أوف ميك أب أند بيوتي، واشتغلت ويا صالون جورج، كان هو يسوي الشعر أنا أسوي مكياج العرايس، وهمنا صالون داني بكينغستون. وهسه حاليا أني بملبورن بأستراليا، همنا أسوي مكياج وضفت الشعر، همنا صرت أسوي شعر. الفيديو اليوم حبيت أسوي التركيز هو المكياج بالبلاد العربية، لأنه مناخنا شوية حار. حبيت أركز على أنه شلون واحد يقدر يثبت المكياج بلا ما يموع بالحرارة أو الرطوبة، فهاي نقاط أساسية إن شاء الله تعجبكم. أنا أنصح دائما بالعناية بالبشرة دائما، سواء واحد يستعمل مكياج أو لا. يحتاج واحد ينظف وجهه الصبح وبالليل، ويستعمل مرطب المناسب للبشرة همينة، والتقشير هم ضروري جدا حسب نوع البشرة، مرة بالأسبوع بس عادة بالمناخ مع العراق والبلدان العربية بشكل عام، لأنه حارة وبعض البلدان بها رطوبة عالية، أنصح مرتين إلى ثلاث مرات بالأسبوع. حكينا بالترطيب، حطينا مرطب على وجهنا وعلى عيوننا طبعا. أنصح بالبرايمر قبل استعمال المكياج. بالبلدان العربية أنصح برايمر بسيليكون، لأنه أكو برايمر أساسه مرطب. الكريم بيس هو عبارة عن كريم، يعني إذا تحطوه على إيدكم تشوفوا كأنه كريم مرطب. السيليكون بيست مثل الجيل مال الشعر، يعني يكون شفاف وخفيف، كلش خفيف. زين، هذا نخلي على كل الوجه. اكو برايمر همينة للعيون، يعني بالنسبة للزباين استعمل لهم مال العيون خاص. زين، هسه حطينا هذا. بالنسبة الي اني افضل ابدا بالكونسيلر اللي احنا نسميه color correction. البرتقالي اللي عند اماكن غامقة اللي هي عادة جوا العيون. اوكي، زين اخلي جوا العين مو على كل الوجه، بس وين احتاجه. اوكي، وبعدين هاي المنطقة هنا كلش تصير غامقة عادة، فهمنا ما ننساها. وبعدين على الجفن، بعد وين احنا العربيات عادة نصير عنا غمقان غمق، يصير عنا الوان طوخ هنا، ما اعرف ليش. والاخضر استعمل الاحمرار، مرات يصير عندي خدود حمراء من هنا، فهسه حاليا مو ما تحتاجه هواية، بس عندي هنا احمرار، فراح استعمل الاخضر اللي هو هذا، اخلي عليه. اوكي، صار عندي بقع جوزية على الخشب، راح استعمل البرتقالي اجين. اوكي، راح اضغطها هيجي بلا ما تفركون، حاولوا اضغطوا احسن، اولا يثبت المكياج اكثر، وثانيا الدهن مال الايد الطبيعي ما يخففها. هسه خلصت ويا الكولر كوركشن، راح اجيب الفاونديشن برش، يعني بدون ما اخلي عليها اي شيء راح اضغط الكولر كوركشن. هسه اجيت على الفاونديشن. ناو الفاونديشن طبعا تجي بكوما الوان واشكال، اخلي عادة كم نقطة على البشرة. طبعا لازم تغطون الكولر كوركشنز او الكونسيلر اللي سويتوه، واني راح ابتعد هسه حاليا عن العين. ليش؟ لانه راح استعمل لون افتح منه. ليش نسوي هالكولر كوركشن الاول اللي هو نستعمل لون البرتقالي؟ لانه اذا راسا حطيتي رحتي بلون فاتح مثلا هيج لون على الهالات السوداء جوا العين، راح ينطيكم لون رصاص. يعني تخيلوا تخبطون اسود ويا ابيض، شنو اللون النتيجة؟ حتكون رصاصي صح؟ اللي هو كونسيلر هايلايتر معروف. هسه العالم ويا الانستغرام خربطت الكلمات كلها. مثل ما قلت لكم بالبداية همينا ويا الكولر كوركشن همينا ضغطوا عليها هيجي حتى يثبت المكياج اكبر. هسه راح استعمل الهايلايتر اللي هو جو العيون ومال كونتور همينا. احب اسوي الهايلايتر مال جو العيون مادة كريمية همينا. راح استعمل برشة هيجي. المكياج ما بيغلطوا صح، وماكو قوانين كل الشديدة، ما اعرف كم شغلة اللي هي الواحد يريد يثبت المكياج، اكو لازم واحد يتبع خطوات معينة.
سنثبت كل شيء بالبرشة زين، وهسه لون البرتقالي حتشوفوا كله راح. مو حاطين الفاونديشن هسه راح اضغط حتى اولا الزايد يطلع هنا، ثانيا والباقي اللي هو نريده يبقى ينضغط بعد اكثر بداخل البشرة. هسه هاي النقطة كلش ضرورية، بليز رجاء سمعوني، لانه اكو هواية هسه طبعا ويا الانستغرام ويعني السوشيال ميديا بشكل عام اكو هواية يجون قوانين كيفهم، بس هسه اني هذا الفيديو مخصوص اولا للحياة العادية الريل لايف، وثانيا للمناخ العربي اللي هو عادة حار. زين احنا نريد نثبت المكياج، شنو يثبت المكياج؟ فشي اسمه setting powder. زين هو لذلك سموه setting powder. صح هسه يفضلون اللون البشرة اللي يسموها dewy look او glowy look، بس اللي واحد ما ينسى لازم انه لازم واحد يثبت المكياج حتى يبقى، يعني هاي اهم شيء. زين لانه اذا ورا ما نخلي السيتنج اليمنتس يعني العوامل اللي تخلي المكياج يبقى، واحد يقدر يسيطر على على اللوك. يعني تريدين تسوون جلوي حطوا فد شيء لميعي، يعني اخلي على البرشة واضغط. ركزوا هوايه على الخشم وعلى القصه طبعا، وهاي التمبلز يعني وين الشعر ينمو، لانه هاي المناطق تصير حاره كلش، احنا نحذر لما نعرق ينزل. هسه العيون استعملها برشة اصغر منها من الكبيره حتى اقدر افوت هنا بهاي المناطق الصغيره اللي هي برشة الكبيره ما توصل لها. راح اخلي باودر واخلي على الجفن، حطوا هوايه كل ما تقدرون داخل جو العين، همينا جو الرموش يعني، لانه راح نحط الكحل طبعا. بالنسبه لي الخطوه الجايه اسوي الكونتور. يلا ارتاح. أنا راح أستعمل هسه لون جوزي أغمق من العادي حتى تشوفوه بالكاميرا. أنا أفضل شخصيا الخشم، ضروري جدا أستعمل برشة هيجي سلانتد، يعني أولا سيطر عليها أكثر، والثاني تغطي مسافات أكثر، معناته أسرع أخلص. وأمشي من تقريبا بداية العيون، ما راح أبدأ من الحواجب، من بداية العيون تقريبا. وكل واحد لون شكل الخشم مالته يختلف طبعا. انا يعني بالنسبة لي تشوفون هنا اكو عظم طالع من هناك، فاريد اغطيه، فراح اتجاهله واخلي خط عادل منا ومن هنا. وكل ما المسافة تكون اقرب منا ومن هنا كل ما الخشم راح يبين اضعف. بالواقع راح استعمل فرشة حتى تشوفون اكثر، هي رفيعة اوكي، حتى تشوفون الخشم شكله شلون وشلون راح امشي عليه. راح امشيكم اذا امشي ويا الخشم، ام فولوينج يعني دا اتبع العظم الطبيعي مال خشمي اوكي. شوفوا شلون راح اروح، شفتوا هذا خشمي الاعوج. زين احنا شنو نريد نسوي؟ احنا نريد نغطي هذا الشيء. زين هسه حاليا خشمي شكله عريض، فاريد انطي الوهم انه خشمي ضعيف صغيروني. الله يخلي المكياج. زين هسه هذا اريد اغطي، فراح امشي خط فوقه اوكي هيجي عدل، مش قد ما يصير عدل خليه يصير، نبقى نحاول. وهنا ايمن نفس الشيء، هاي المنطقه اريد اغطيها، اريد ال شو اسمهم هذولي اصغرهم اوكي. شنو راح اسوي؟ راح اجيب نفس هاي الفرشة ارسم، شوفوا انتو شلون منا هي بالطبيعي منا بادي، اني راح اسوي هيجي. شفتوا شلون صار شكله اصغر واضعف؟ هسه قسما ان خشمنا نازل، هسه اريد اقصره، فراح ارسم شنو مثل شيب الفي او السبعة بالعربي. هيجي بعدين شنو بنفس الباودر الموجود بالبرش، ما راح اجيب اكثر، راح انزله هيجي كانه نسوي له ظلال. هسه راح اجيب البرشة اللي عاده استعملها وراح اسويها بلندنج مزج ويا البلندنج، راح اصعد شويه بس حتى يطلع كله طبيعي، حتى ما يبين كانه خطين بعدين راس فجاه من هنا. زين هسه الخدود، هذا من بدايه الاذن وانزلها،
هسه انا راح اسوي على بشرتي على لون سوري شكل وجهي هسه زين فراح انزل من هنا اروح جوا التشيك بون العظم الخد هذا اوكي راح انزل هيجي ناو اني ما اريد انزل هيجي ليه لانه اني وجهي من هنا ضعيف اوريدي اوكي فراح اجيب الفرشه من بدايه الاذن وراح اسوي لها هيجي هسه العيون هسه مو حطينا سيتنج باودر راح اجي بلون محايد نيوترال اخلي على كل الجفن هسه كل الجفن ليش هذا همنا اجين حنسوي مع السيتنج اليمنت يعني حنستعمله كعامل مثبت هسه حطينا برايمر فاونديشن او كونسيلر اللي يحتاج سيتنج باودر وهسه نخلي باودر اي شادو لون طبيعي فهاي اربع elements اربع عوامل للتثبيت وراح اسوي لوك كلش بسيط اللي هو عادة اني اسويه راح اجيب جل لاينر وارسم شيب اسوي عادة يعني ما كل يوم again راح نريد نثبتها راح اجيب اي شادو واثبتها طبعا ما اقدر اخلي الباودر داخل العين ادري بانستغرام سووها بس يا ويلها اللي تلبس عدسات زين هسه هذا شنو راح يسوي اولا راح يبقي الجل لاينر بمكانه بس ثانيا شنو راح يسوي همنا راح يمنع الطبع من الجل لاينر على الجفن الاعلى لما تصير الدنيا حاره وصرنا نعرق زين هسه راح اجيب لون جوزي مناسب لبشرتي واخليه هنا على الجفن اوكي هسه انا عيني مفتحه حتى اشوف وين العين تدخل الداخل راح اخليها هناك هسه اسوي الرموش والمسكارا بس حبيت اقول لكم نقطه بالنسبه للرموش الجوانيه افضل اذا انصحكم اذا تستعملون ووتر بروف ماسكارا لانه حتى اللي مد مع عينها عاده ممكن يدخل بعينها تراب او هواء او اي شيء يعني زين البلاشر ما يحتاج لشيء بس نقطه اذا حبيتوا تخلون الديوي لوك انصحكم تخلون الالومينيتر او اللي يسموه هايلايتر مرات قبل ما تخلون البلاشر ليش حتى يندمج الكونتور اذا حطيتوا كونتور ويا البلاشر مع الخدود يعني ويا الهايلايت يطلع احلى لون يناسب بشرتكم يكون شويه افتح من بشرتكم يعني الاغمق يلوق لها كلش اللون البرونزي كلش فاتح برونزي على ذهبي وين خلو على العظم مع الخدود all the way كلها لحد الأذن وبعدين على جو الحواجب وفوق الحواجب هاي كلش حلو يطلع منظر يعني خاصة لما تبان على صفحة كأنه الشمس تبوسها زين حطينا هاي هسه نخلي البلاشر على هاي تقريبا جوا نص العين ابدو الحمرة انصحكم تخلون تحددوها الاول لانه اولا يمنع الحمرة تتحرك اللي فوق او اللي جوا على الجلد يعني وثانيا يثبتها اكثر اذا تستعملون الحمرة العادية اللي هي ما بيها long lasting يعني مو من النوع اللي تبقى فترة طويلة حطوا الليب لاينر على كل الشفاه وهم انصحكم تخلون لما تخلون الفاونديشن خلوا شويه على الشفايف وهم بالباودر هم لما تخلون باودر على وجهكم حطوا هاي هم راح يثبتها اكثر زين هسه رغم انها لونج لاستنج راح اشيل طبقه فهاي شلت الزياده راح اخلي طبقه ثانيه وهم اشيل الزايد ما راح اخلي رموش اليوم لانه التركيز مو على الرموش ولا على العيون بس راح اخلي مثبت انا اكو مثبت من نوع الهيتشي سبراي واكو نوع مثبت من هذا افضل البخاخ يعني اللي هو يكون مثل هير سبراي غمضوا عيونكم طبعا وخلوه اذا عجبكم هذا الفيديو بليز سووا لي سبسكرايب وانطينوا الثامس اب واذا عندكم اي اسئله انا جاهزه